هات لنا التورتايه، تعال بصي تورتايه اهي زي الحليب، وعليها كمان اللي انت بتحبيه كله. بس انا عايزه اصحاب كده بتموتيني بالكلام ده. كابتن، يا كابتن انا بكلمك انت. اهلا وسهلا، اهلا بيك حضرتك. مورس. اهلا بيك يا ست الكل. اهلا يا ست الكل. اهلا بيك. انا اسمي وديده. اهلا وسهلا عشان اسامي ست الكل. واسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي زينب. والاستاذ اسمه ايه بقى؟ ماهر. بعد اذن حضرتك، اتفضلي. البنت عايزه تحتفل بعيد ميلادها، هل ممكن يا حاج يعني نبقى مع بعض كده في حضن بعض؟ احنا تحت امرك. الله يخليك. نجيلك؟ لا احنا هنجيلك. اهلا وسهلا. هنجيلك دلوقتي. شيل التورتايه دي وهات التراتير دي عندي. الناس الطيبين دول. اهلا وسهلا. مين ده؟ بابا ماهر. ودي مين؟ ماما زينب. التراتير اهي، يعني عشان نفرح بقى مع بعض. البسي تراتور معلش، والبس انت تراتور. انا عايزه المترات كلهم يجوا. يلا حالا بالا بالا حلاه الفصل. تعالي بقى عشان عايزاكي. يلا بقى نقول ايه؟ هابي بيرثدي تو يو. يلا اوف. ليرو ليه راح فين؟ ها؟ يا اختي راحت فين؟ مش عارفه، كانت لسه هنا. ده باين عليها مجنونه اليوم ليه؟ كل سنه وانا طيبه يا فندم. ألف سلامة. وليه اختفت؟ راحت فين؟ نفس مرحبا ده. كل سنة ورانيا طيبة حضرتك. رانيا مين؟ نعم يا فندم؟ رانيا مين؟ رانيا بنت حضرتك. ده آخر بنت عندي، لسه مجوزاها بقالها 3 أيام، وأدي لسه حنتها في إيديا. حنت إيه يا فندم؟ حنت بنتي، ما عنديش بنات صغيرة. جدتها استعطفتنا وقالت أجي أحتفل بعيد الميلاد معاكوا، وإحنا قلنا لها اتفضلي. ده هي حضرتك اللي خرجت قالت ده ابني اللي جوه. لا 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 لا، قالت على حضرتك كده. ده أنا أمي بقالي 7 سنين ما شفتهاش. أمك إيه حضرتك؟ أمي في المنوفية، بقالها 7 سنين ما شفتهاش. 7 سنين ما تشوفش مامتك؟ ما شفتهاش. طب ليه حضرتك ما بتروحش تشوفها؟ أه بقى نصيبي كده يا فندم. 350 ما تزعقش. حساب المكان ما تزعقش. معلش انا اسف، صوتي طبيعته خشن. وانا صوتي اعلى من صوتك. حضرتك مش غنيتي هنا بالفساد؟ غنينا. احنا كنا بنكبر خاطر البنت المسكينه اللي يعني ملهاش ام واب موجودين. غنينا. غنيتوا ابو الفساد؟ غنينا ابو الفساد. ولبست طرطور حضرتك؟ ولبست الطرطور. ولبست حضرتك طرطور؟ انت هتربزنا طرطور ب 850 جنيه؟ طراطيرك اهي. طراطير ازاي يعني؟ اهي شايفه طراطيرك اللي لبسناها. عاوز حاجة تاني؟ حضرتك دي مش تراتيري اولا. امال دي تراتير مين؟ دي تراتير الست الوالدة. ده كده امول والدة؟ بقول لك والدتي بقالي 7 سنين ما شفتهاش. 850 جنيه يا عم الحاج. مش في حضرتك دلوقتي مكانة حجز؟ مش في زينب؟ مين اللي حجزه عند سيادتك؟ مش مامتك حضرتك لما جت؟ انا ماليش ماما، ماما في البلد. انت يرضيك حضرتك تاكل سفلقة؟ الله وليه الغلط؟ انا اكلت السفلقة واللي عندك اعمله. اطلب من البوليس. اطلب ايه يا فندم؟ اطلب يا بوليس. ده بحل حضرتك محترم يا عم. انا مش محترم. لا انت محترم. انا مش محترم. انت شكلك راجل يا عم. انت من قدام السعادة. الله، ليه بتغلط حضرتك؟ انا خدت 2 برتقال ولا 2 كازوزة بكام دول؟ الله حضرتك ولا يا عم عشان خاطر النبي قول لي في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ خلاص اقول لك ايه؟ لا ما تجيش بدايه نف. قول لي نفسك ده بعد ده. خلاص 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 خلاص. انت راجل غبي. خلاص انا غبي. ايه ده؟ مش حقك عليا. خلاص يا عم. 800 جنيه ايه ده؟ قول نفسك. عندي 850 كلهم. مش عايز اي حاجه. انا غبي الاول. ما غبي الاول ايه بس؟ ده في ايه اللي حصل؟ لا 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 ابعد. الشر في عينيا وانا عينيا يا مهرزه. يا بنت شايفه كده مقلوبه على بعضها. بص انت طبيعي من عند ربنا. انا مش عاملها كده من عند ربنا. ابعد بعيد عني عشان خاطري. ودي لما تبقى عامله كده يبقى ايه يعني حضرتك؟ يبقى فيها شر. حرام مستعجل بقى المحل ده. انت مش قلت خلاص مش عاوز مننا حاجه؟ عايز ايه تاني؟ بدغدغه وندفع حقه. عايز اقول لك على حاجه فعلا مضايقاني. اتفضل. ازاي ما تزورش مامتك 7 سنين؟ انت مال؟ ازاي ده كلام يا حاجة؟ انت الوقت يا سيدي انت هتشاركني. انت هتشاركني في ايه حضرتك؟ يا عم انت عارف مننا ايه؟ نعم. اقول لك ايه؟
بقول لك ايه؟ مننا ايه؟ طهارك ده ليله سودا خلاص. انت عايزين مننا ايه؟ انا هدغدغ لك المحل. خلاص خلاص يا حاجه. في ايه؟ دي ليله غبره. انت مالك ومال امي ومال ابويا؟ مالك انت ومال امي ومال عيشتك؟ انت بتجيبني يابا. خلاص يا عم. ايه في ايه؟ روح يابا من عندي. خلاص يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله على السلامه. سلك الدبرياش عندي بيعلق. العربيه بتكركر. ان شاء الله خلاص. بس خلاص وصل في ايدي باذن الله. هشغلك فيها على طول ان شاء الله. قدامك قد ايه كده؟ ربنا يسهل كده يعني. عدى كده على الساعه 3 كده ان شاء الله. 3؟ ان شاء الله. انا هروح اريح شويه. ان شاء الله باذن الله. هبقى اجيب. ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. على السلامه ورحمه الله. يلا عم نخلص يلا. عم مرزوق. انا وانا متشكر جدا. الله يسهل لك. الله يسهل. بصي 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 بس هنصور قدام الناس. بصي 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 بس هنصور من غير ما تحس. مش دي يا عم الحاج ورشه مرزوق الميكانيكي؟ مين ده المزنوق بتقول ايه؟ مرزوق الميكانيكي. مرزوق؟ ايوه. هنا ورشه. ايه ورشه مرزوق الميكانيكي مش ديت؟ انت مش شايف ايه؟ طيب يا عم الحاج دي مش ورشه الميكانيكي. ايه اللي انت شايفه يا عم ده؟ قلت انت هتجنننا يا عم الحاج. مش ده سوبر ماركت؟ ايوه ده سوبر ماركت. وده بتاع فراخ. وده بتاع فراخ. ولسه الميكانيكي بينهم الاثنين يا عم الحاج. انا جيت هنا الصبح اصلي عربيتي. الميكانيكي قال لي تعالى لي بعد 3 ساعات. ايه ده مش سامع؟ الميكانيكي قال لي تعالى بعد 3 ساعات خد العربيه. قال لك كده؟ طب انت ما تروحتلوش ليه؟ ما هو ده مكانه. مكانه فين؟ مكانه هي اللي انت قاعد فيه ده. طب اقرا اليافطه دي لو تكرمت بعد اذنك. حاضر. فكهان السعاده تاسس سنه 1913. طيب ازاي يعني حضرتك كان هنا لما انا دينا ورثها عن ابويا وابويا وابويا وجده؟ طب دلوقتي انا جبت العربيه هنا للميكانيكي عشان يصلحها. ولا لقيت الميكانيكي ولا لقيت العربية ولا لقيت الورش. لا انا مش مصدق الكلام اللي انت بتقوله. مش مصدق ليه؟ تعال يا صباح. يا عم سيبك من صباح. انا هكلمك انت. يا عم انا مالي مال صباح. صباح قوليلي انا هنا بقالي قد ايه؟ يا عم انا 20 سنة هنا لاقين المحل ده مفتوح. اها يا عم هاي اليافطة. ها اليافطة. يا عم سيبك من اليافطة. تأسست سنة كام؟ النيلة على اليافطة واللي حطوا اليافطة واللي جابوا اليافطة. اليافطة اهي. يا عم اتأسست سنة 1913 زي ما بتقول. انا كنت هنا من 3 ساعات. انا عايز عربيتك. عايزها مني انا؟ ايوه عايزها منك. عايزها من الجن الازرق. عايزها من اللي قاعد في المخروبة ده اللي واقف قدام منها دي. يمكن يا سيدي انت من النوع اللي بينام وهو ماشي. يا جدع في ايه؟ هو انت مجنون؟ انا مجنون؟ ايوه مجنون. عملت ايه حضرتك؟ وانت شايفني دلوقتي ده عصافير ولا ايه؟ في ايه؟ ما تحافظ على كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ تحسين معانا الناس. انا امي قاعد على الله. مش حقي؟ ليه الغلط ده؟ ايوه يا عم. امال ايه؟ ما انت بتخبط الكلام يا عم. انا ليه ابن خالتي تزحلق في موزه؟ يا عم ماليش دعوه بعيلتك خالص ولا الموز ولا الفاكهه. ودماغه ورمت كده بقى بينسى كل حاجه. يمكن انت وقعت على دماغك. يا عم انسى ايه؟ يا عم انسى ان انا جايب العربيه اللي انا بركبها تتزفت هنا. اكنس بيتك ورشه. ما تعرفش مين يخش. بقول لك ايه يا عم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ انت شكلك هنا مخك ضارب وكلاويك ساقعه وبارد. كلاويه ساقعه وبارد. طب صور بقى ان الكلاويه دول بالذات التنتين ساقعين في عز الصيف. انت عرفتها ازاي دي؟ انا بشكلك كده بقول كده وكلامك بقول كده وقعدتك كده وحركاتك. والنبي يا عم الحاج ما تخمنيش عشان انت قد والدي. عيب. والنبي تشيل ايدك يا عم. انا عارف انا بقول ايه. شيل ايدك يا عم. ايدي محطوطه ايه؟ هسألك سؤال برضه هيرجع يقول لي اسألك. اسأل يا عم. اسأل عشان يمكن ترتاح. وانت صغير لعبت ببلي؟ لعبت ببلي. حد ضربك ببليه في دماغك وانت صغير؟ ضربوني ببليه في دماغي وانا صغير. بس هي دي يا عم. ضربوني ونسيت كل حاجه ما عدا العربيه. يا عم خلصني. يا عم خلصنا. انا راح مشوار. يا عم ايه اللي قعدك في زفت الطين المكان ده؟ انا كنت هنا من 3 ساعات. في ايه؟ انت هتاخدوني اكتر من كده ليه؟ طب بص احكي لك حكايه صغيره. انا ليا قريب اسمه حسام عنده مرض النوم. عارف نام وهو ساكن في شبرا. لقوه فين؟ قول لقوه فين؟ لقوه في لقوه في ليبيا حضرتك. في ليبيا؟ ايوه ليبيا. ايوه بدور عليه 4 ايام. في مرض كده حضرتك
انا بكلمك علمي. وانت فكهاني ولا دكتور؟ لا يا بيه ما تشوفش الجلابيه يا بيه، انا بلعب على النت. نت؟ ايوه. نت ايه؟ بلعب على النت. نت ايه جت نت في قلبك يا شيخ؟ حرام عليك يا جدع. يا جدع ما تغلطش في الناس. يا جدع اغلط في التخين يا جدع، في ايه؟ قوم بيقوم يا صباح. لا ما تغلطش في الناس يا جدع، اغلط في التخين. ما تقدرش تغلط يا جدع، اغلط في اي حد. بقول لك ايه، لم نفسك يا عم. انا مظلوم يا عم. عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام يا معلم. عامل ايه؟ الحمد لله والله. عايز معلم، عايز بطيخه كده حلوه من عندك. بطيخه كانك انت بتبيع العربيه. جنيه بتوع ايه حضرتك؟ مش فاهم قصدك ايه. يعني ايه 850 جنيه واحنا كل اللي خدناه 2 شاي يعني؟ ما 850 جنيه حضرتك بوضوح شديد وببساطه الاكل اللي نزل والحاجات اللي نزلت والتورتايه. اولا الحساب مش 850 جنيه. 850 يا فندم، في 850 ايجار المكان حضرتك. ايجار المكان 350، بقيه المكان مصروفات. احنا ربع ساعه المكان. احنا تحت ابروك يا فندم. ايجار المكان ايه حضرتك؟ حضرتك مش انت ريهام؟ اصل مفيش فرق في الفلوس يا ابني. يا باشمهندس كلمنا. انت ريهام حضرتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دلوقتي ريهام ايه يا عم؟ بتلعب معاك في الشارع ريهام دي؟ قلت لها بنتك مين؟ قالت لي ريهام. ايوه بعدين. بس خلاص ماشي، ولا عمرنا شفناها اصلا يعني. هي عرفت الاسم كده، سالتنا اسمك ايه. طب حضراتكم غنيتوا يا عم؟ غنينا ورقصنا. احتفلنا بالبنت الصغيره. ايوه وبعدين يعني؟ وبعدين مش فاهم يعني. حضرتك متصور وحاطط طراطير فوق دماغك. اه يا عم حطينا طراطير يا عم. انت قلت ايه مثلا؟ فرافير احنا ولا ايه يعني؟ مش فاهم. ومستدخل نفسك كده. انا يا فندم تحت امرك. بتعلي صوتك يعني في ايه؟ انا خدامك يا فندم. ما تردش عليه اصلا. انا خدامك حضرتك. ما تردش عليه. ريهام ما تغلطيش فيا يا ابني. ريهام ايه يا ابني؟ كلمنا انا زي ما بكلمك كده. لبست طراطير حضرتك؟ لبست طراطير ولا لا؟ يا دي الطراطير اللي لبسناها. حطيت طراطير على دماغك. مش هدفع 850 جنيه ولبست طراطير يعني؟ لبست ادي ام الطراطير اهي يعني. الله الله. لبست في ايه حضرتك؟ ايوه اعمل ايه يعني؟ لبست اعمل ايه يعني؟ مش هدفع 850 جنيه. طب ايه اللي لبسك طراطير؟ بص يا ريهام، كلمنا يا باشمهندس. انا مش مال عينك يا فندم. معلش عشان انا مش مال عينك. بتنغص من تحت لتحت. لو سمحت اقعد. ايه لو سمحت؟ هي بتنغص مش اه. لا حضرتك ده اسلوب فيه خبص وانا ما بحبش الخبص. خبيث يا باشمهندس. انت احترم نفسك. احترم نفسي ازاي؟ ايوه احترم نفسك. انا عملت ايه غلط؟ تشتمها قدامي؟ لا حضرتك مش شتمتهاش. امال ايه خبص ومش خبص؟ اللي هو شغل الابر ده. انا هريحك حضرتك. اقعد حضرتك وانا هحكي لك كل حاجه بنفسي. الست دي من على الكرسي اللي كانت قاعده عليه هناك هيت لك جملة واحدة. لو سمحت يا ابني ممكن نحتفل بعيد ميلاد غنية؟ احنا عايزين نبص مع بعض على الاستاذ الجميل، الاستاذ عبد الفتاح. بوسي ماما هلا، وبوسي بابا عبد الفتاح. سكر مصوراتي اهو كمان، هيصوركوا في التراتير. هابي بيرثدي تو يو. الله، امال الست والبنت اللي كانوا هنا راحوا فين؟ راحوا فين؟ لا مش هم اللي هناك دول. فرصة جميلة وعيد ميلاد طيب. وانت طيب. طيب شيك. ايه ده؟ لا ده مش بتاعك. لا حضرتك ترابيزتك. اتفضل. ترابيزة ايه؟ شايف ده مكتوب كام؟ ايوه 850. مظبوط يا فندم. انا واخد 2 فراولة. الزينة وحجز المكان والطرط والسيرفيس. زينة ايه؟ زينة ايه؟ العيد الميلاد. ميلاد ايه؟ عيد ميلاد البنت. عيد الميلاد ده اساسا مش بتاعنا. انا مش بألف ولا بكتير. انا اللي انا اديتك الاوردر. حضرتك الاستاذ عبد الفتاح؟ ايوه يا سيدي الاستاذ زفت. الست الكبيره قالت لي ابني عبد الفتاح هيدفع الحساب. هي قالت لك؟ نفترض ان انت سالك. ماشي، انا اديتك اوردر.
انت لبسي طرطور وهو لبس طرطور، انت غنيتي ايه شوية طب طرطور ايه؟ طرطور ايه ابو 850 جنيه؟ في ايه يا ست؟ ما تخليناش اغلط فيك. انت تغلطي فيا ليه؟ ايوه عشان انت بني ادم مش محترم. من الاخر كده احنا هنا شربنا زفت، استغفر الله العظيم، اتنين فراولة مش هديك اكتر منهم والتبسي بتاعك. طيب واستقصفيك التبسي كمان. عيد ميلاد بنتك حضرتك ويا ابني بنتي تاني وده اللي حصل. وانت شايف سني ده يجيب دي؟ شايف سني ده يجيب دي؟ انا شرفني حضرتك مش عارف اخدك مستشفى اكشف عليك. انا مالي انا وانت ما عندكش بتاع هتتهزق يعني. بعد اذن حضرتك اتفضل خلي المدام ما تكلمنيش. طب استني دي واحده. لا اكلمه اضربه بالجزمه. قالت لا لبس تضربي مين؟ خلاص 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 مش عايزين. خلاص بقى مش عايزين كده. انتوا بتضربوا كده لبسها لك في وشك اللي انت بتقول عليها دي. بس مش عايزين بقى ده عيب. لا اقعدي اقعدي مش عايزين حضرتك كده. بس اقعدي بس مش عيب عشان انت قليل ادب وده مش اسلوب تعامل. وحضرتك طب وريني طب وريني حضرتك طب اشوف بقول لك ايه. 50 جنيه حضرتك اللي انت عايز تعمله اعمله. مش حضرتك لما غنيت غنيت ابو الفساد ولا لا؟ غنينا ابو الفساد حضرتك وشلت البنت وبصدها بالمناسبه انت تشبه ابو الفساد. متشكر جدا. القرف اللي انت فيه ده. ايوه قرف وزفت كمان اللي بتعمله حضرتك. ايوه بشتمك. بتشتميني ليه حضرتك؟ عشان انت متخلف. وابو الفساد فعلا يا اخي. انا بتقول ابو الفساد. ايوه ابو الفساد. انت غلطتك ان انت قلت يلا 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 ي